ما كنعسش مزيان، ما كيجينيش النعاس، ولا عندي دا الساخن ديال الباندا أرق. هذا هو السوجي ديال اليوم. من بين المشاكل الصحية النفسية اللي ولات مشتركة عندنا كاملين، أو على الأقل عند الأغلبية منا، هي الأرق. الأرق هو اضطراب في النوم، كيعني اننا تو سامبلومون ما كنقدروش نعسو، اولا كنلقاو صعوبه باش نخلقو طقوس النوم، اولا على الاقل باش اننا ندخلو في النوم العميق، وهذا الشيء بطريقه مستمره في واحد الظرف زمني متواصل. والارق كيجي من بزاف ديال العوامل المتداخله، منها التوتر من المشاكل الحياتيه اليوميه، القلق والتفكير في بزاف في اللي كان اللي كاين واللي غيكون، الاكتئاب والازمات النفسيه، الدويات بيان سور باسكو كاينين شي ادويه بحال ديال الحساسيه، مضادات الاكتئاب، ضغط الدم، فيها مكونات كتخدم بزاف هذا المشكل ديال الارق، كافيين، كحول، نيكوتين، بحال في المشروبات الغازيه، في القهوه، في اتاي، في السيجاريت، لي غيون اللي كيجيونا من التليفون ولا من لا تيليفزيون باسكو كيبنجو العينين، كيجينا دائما نحسو بلي لا راه الوقت ديال النعاس مازال ما جا، اتسيتيرا، ولا ليست طويله ديال المشاكل اولا ديال العوامل اللي كاينه يوميا كنعيشو فيها يوميا محاطين بها، كتعاون بزاف هذا المشكل ديال الارق. وفر لنفسك طقوس النوم، غمض عينيك، سد ودنيك، ظلم الغرفه اللي انت فيها باش نعزل كاريمون على اي مؤثرات خارجيه، وخلي الجو او الكليما في الغرفه اللي انت فيها ما بارد بزاف ما سخون بزاف باش توفر لنفسك لو كونفور كليماتيك. كون بعيد على اي تليفون، اي تيليكوموند، اي تلفزيون، اي سورس دو غايمون ولا سورس دو سون. جعل بحال هاد المسائل اون فوا تبغي تنعس يكونوا مورا الباب ديال البلاصه اللي انت غادي تنعس فيها. خصص ساعه محدده تلقاك دائما في بلاصتك، ولو تكون انه عارف نفسك دو توت فاسون ما غاديش تقدر تنعس في ديك الساعه، او لو ولو تكون انك عارف نفسك في مرحله الارق، الا وانك حاول تحافظ على هذه العاده دائما ساعه، حبذا لو انها تكون ساعه قبل الوقت اللي خصك تكون دخلتي فيه في النعاس، تلقاك في بلاصتك ام هي طقوس النوم. وطبعا ما نحتاج نفكرك انه اي حاجه فيها الكحول، نيكوتين، كافيين تكون نسيتيها كاغيمو الجزء الثاني من اليوم. حاول تتمشى مثلا بلاصه ما دير قيلوله في وسط النهار، حاول دير مجهود عضلي، حاول تعيي جسمك، عييه باش تعاونو يضغط على عقلك ويجعلو انه اون فوا يوصل وقت النوم يدخل في هذه الحاله ويخضع الاشارات ضروره النوم. كاس الحليب، هذه واحد العاده كنا كنخضعو لها بزاف فاش كنا صغار، وفعلا هي عاده صحيه مثبته علميا. كاس الحليب اولا كاس اي حاجه دافيه قبل النوم، وحبذا لو انه يكون كاس الحليب، كيحتوي مثلا الحليب على مواد بحال الميلاتونين اللي كتعاون بنسبه كبيره في الاسترخاء والهدوء، الشيء اللي بيان سور كيحل مشكل الارق. فوالا وصلنا لافان ديال ما فيديو، جيسبر انها تكون بدايه موفقه باش اي واحد منا كيعاني من هذا المشكل يلقى ليه الحل. بغيت نوصيكم اون اتوندون نتلاقاو في لا بروشين فيديو، كونوا بخير.